اشترك في قناتنا رويش تي في ليصلك كل جديد أولا بأول. المنطقة 51 ما هي وما الذي يتم إخفاءه فيها؟ قد تكون سمعت في أحد الأيام بالمنطقة 51، تلك المنطقة التي يلفها الغموض وتحاك حولها العديد من القصص والروايات الغامضة. فما هي المنطقة 51؟ وأين تقع؟ ومن قام بإنشائها؟ وما هي أسرار هذه المنطقة؟ كل هذه الأسئلة وأكثر ستجدون الإجابة عنها في رحاب هذا الفيديو. المنطقة 51 ليس هو الاسم الحقيقي لها، بل هو اسم تمويهي للقاعدة العسكرية الأمريكية، والتي تقع في الجزء الجنوبي من ولاية نيفادا الواقعة غرب الولايات المتحدة الأمريكية، ويقع في وسطها مطار عسكري سري، ويجرى في هذه القاعدة اختبارات عديدة لتطوير طائرات التجسس، وظلت الحكومات الأمريكية المتعاقبة لسنوات عديدة تنفي وجود هذه المنطقة. لقد تم إطلاق العديد من الأسماء على هذه المنطقة بهدف التمويه وإحاطتها بهالة الغموض والخوف والرعب. من هذه الأسماء جرومليك نسبة للبحيرة الجافة في هذه المنطقة، بارادايز رانش يعني مزرعة الجنة، كما أطلق عليها في العام 1956 رسميا اسم ووتر تاون، وفي العام 2011 تم تسميتها باسم دريملاند وتعني أرض الأحلام. يعود بداية استخدام هذه المنطقة إلى العام 1941 كمنطقة جوية تقوم بمهمات مساعدة لمركز تدريبات السلاح الجوي العسكري. ولكي تحافظ الولايات المتحدة الأمريكية على سرية هذه المنطقة، فقد أطلقت عدد كبير من الإشاعات والقصص الغريبة حولها، ومن تلك القصص أن الأشباح تسكن فيها. يضاف إلى ذلك قصص انتشرت في فترات الخمسينات والستينات حول نزول سكان الفضاء في هذه المنطقة وسكناهم بها، وأن هناك سفينة فضائية وصحون طائرة تحيط بها، وكل إنسان يقترب من تلك المنطقة سوف يختفي دون أن يترك أي أثر. لكن هناك عدد من الجنود الأمريكيين تبرعوا لتحرير تلك المنطقة، فقتلوا رجال الفضاء واحتفظوا بجثثهم في سراديب تحت الأرض، كل هذا بحسب الروايات المزعومة. كان الغرض من هذه القصص إبعاد الناس عن التفكير في الاقتراب من تلك المنطقة لكي تبقى الأبحاث في سرية تامة، ويحاط بهذه المنطقة منظومة دفاع جوي متطورة تستطيع إسقاط أي شيء يقترب منها. لقد تعرض العمال هناك إلى كثير من الاضطهاد، وتسعى الولايات المتحدة باستمرار إلى إخفاء أسرارها، فلقد أخفت خبر تسمم العمال بسبب وقود الطائرات في فترة السبعينات والثمانينات، وعندما تعرضت أجهزة الكمبيوتر للحرق أجبر العمال على النزول إلى الخنادق دون أن يرتدوا وسائل حماية لهم، كما إن الترفيه بالنسبة للعمال معدوم تقريبا، فلا يوجد سوى ملعب إسمنتي لممارسة التنس وصالة أخرى للبولينج، ولا يوجد تلفاز ولا شبكات للاتصالات ولا إنترنت، وفي حال أردت أن تلتقط إشارة الراديو عليك أن تسير إلى وسط الجبال المحيطة بالمنطقة. تم تقليص عدد العمال في هذه المنطقة، فبعد أن كان يتراوح بين 200 إلى 1600 عامل في العام 2012، انخفض ليتراوح بين 200 وحتى 400 عامل في الفترة الحالية، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات. تضم هذه المنطقة أسرع طائرات التجسس الموجودة في العالم، ويطلق عليها اسم أوكسكارت A12، وهي الأسرع في العالم، إذ تبلغ سرعتها 220 ميلا في الساعة، وينتج لهذه الطائرات وقود خاص، وذلك لأن هذه السرعة الكبيرة تحتاج لوقود خاص بها. لكن الغموض لا زال يكتنف هذه الطائرة، لذلك لم يطلق عليها أي ألقاب عالمية. في العام 1963 أدى اختبار على طائرة تجسس إلى تحطمها، وذلك بسبب خروجها عن النطاق المسموح به. بقيت الولايات المتحدة الأمريكية تنفي وجود المنطقة 51 حتى 15 من آب أغسطس من عام 2012، عندما اعترفت السي اي اي وكالة الاستخبارات الأمريكية بوجودها بعد عدة طلبات من قبل جامعة جورج واشنطن. ويعد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أول رئيس أمريكي يعترف بوجود هذه المنطقة، لكن كل أسرارها ما زالت طي الكتمان، ولم تكشف الولايات المتحدة عن أي سر من أسرارها، لتبقى هذه المنطقة لغزا ومنطقة يلفها الغموض. فهل ستكشف الولايات المتحدة عن أسرار المنطقة 51 يوما ما؟ هذا ما سيكشفه المستقبل.